ألوكاسيا سيلفر دراجون اللي هو التنين الفضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وحنعرض هذه اللي هي النادرة من العالم ب35 ريال، ما شاء الله تبارك الله، مجذرة عندنا في الماء. طبعا هذه كانت في بداياتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لما بدأت أهوى النباتات والهذا، كان يقول لك الألوكاسيا أبعد عنها الماء عشان لا تتعفن معاك ومن هذه الأمور، لأنها هي درنة من درنات أو بصيلات. فسبحان الله اكتشفت أنه هذه النبتة، طبعا الحمد لله أنه اكتشفت بدري، أنها عاشقة للماء وعاشقة للرطوبة. في حال أنت كنت تمتلك هذه اللي هي نبتة الألوكاسيا أو إذن الفيل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وحبيت أنها تعيش في سلام، وفر لها الرطوبة العالية جداً.